بسم الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المتون بمحافظة الجوف، ونجحت قوات الجيش في استدراج مجاميع متسللة من عناصر الميليشيا إلى كمين محكم شمل منطقة مزوية بالمتون. وأوضح مصدر عسكري أن الكمين خلف قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا بالإضافة إلى أسر ثلاثة منهم. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارة جوية طقما يحمل عيار 23 تابعا للميليشيا. أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي عزم القيادة السياسية والعسكرية وبدعم التحالف العربي على إنهاء معاناة اليمنيين والقضاء على ميليشيا الإنقلاب واستعادة الدولة. وشدد وزير الدفاع خلال ترأس اجتماع لقادة المناطق العسكرية 3 و6 و7 وقادة قوات التحالف العربي في مأرب، شدد على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال التحرير ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. واستعرض الاجتماع المستجدات وسير العمليات الميدانية والعسكرية. واصلت ميليشيا الحوثي ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة، وأقدمت الميليشيا على تفجير منازل إضافية ونهب عشرات المنازل الأخرى، ونزحت مئات الأسر من منازلها خلال اليومين الماضيين بسبب كثافة النيران التي تعرضت لها القرى والتجمعات السكانية. هذا ودعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن ممثل برنامج الأغذية العالمي محمد محمود. دعا منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا جرانداي التنسيق مع كافة المنظمات الأممية لتوجيه الدعم الإغاثي العاجل والسريع إلى سكان مناطق حجور. وقال الوزير فتح إن صمت منسقة الشؤون الإنسانية حيال ما يتعرض له السكان حجور والحصار الذي تفرضه الميليشيا على أبناء هذه المناطق غير مقبول، مشددا على أهمية إدانة هذه الأعمال وممارسة أساليب الضغط على الميليشيا الإنقلابية لفك الحصار والوقف الفوري لعمليات استهداف السكان. أصيبت امرأة بشظايا قذائف هاون جراء قصف الميليشيا الحوثية الأحياء السكنية في مدينة حيس بمحافظة الحديدة. مصادر محلية قالت إن امرأة مسنة تدعى فاطمة عبيد أحمد مهدلي تعرضت للإصابة بشظايا قذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية، ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة رجل وامرأة بجروح مختلفة بنيران ميليشيا الحوثي في مدينة حيس في حادثتين منفصلتين. تستأنف لجنة إعادة الانتشار في الحديدة أعمالها يوم غد. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر يمنية مطلعة قولها إن رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد سيستأنف لقاءاته مع لجنة ضباط عمليات الارتباط غدا، وذلك لوضع آلية تنفيذ إعادة الانتشار بموجب اتفاقية السويد ومتابعة كيفية المراقبة والانسحاب من الموانئ. وكانت ميليشيا الحوثي رفضت الانسحاب من الموانئ بموجب خطة لوليسغارد أكثر من مرة وبذرائع مختلفة. كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف عن تفاصيل عدد من السجون والمعتقلات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها في الجوف. وقال مكتب حقوق الإنسان في بيان إن ميليشيا الحوثي حول 8 مدارس ومباني حكومية إلى معتقلات تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، موضحا أن السجون تتوزع في 7 مديريات وهي المتون والمطمة وبرط والحميدات وخراب المراشي والزاهر. نهاية الموجز، في أمان الله ورعايته.